السلام الله عليكم أعزائي المتابعين وتلاميذي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم معي أحبتي. نتمنى يكون الجميع بألف خير إن شاء الله. أحبتي، هذا المنشور أو هذا الفيديو يخص تلاميذ سنة رابعة متوسط المهتمين بدروس الدعم عبر الزوم. فوالا أحبتي، أنتم اللي راكم تخلي لي في التعليقات يعني حابين ديروا تسجيلات في مجموعة الزوم، هذا المنشور خاص بكم. حاولوا أنكم تتواصلوا معي عبر صفحة القناة اللي هي كتاب المدرسة الفرنسية، يعني خلوا لي رسالة يعني إذا راكم حابين تسجلوا تبدأوا معنا الدروس، لأنه هذه يومين هادو يعني آخر فترة وآخر فرصة للتسجيل، لأنه انطلاقة الدروس ستكون الأسبوع القادم بحول الله. يعني تلاميذ المهتمين يعني تواصلوا معي عبر صفحة القناة، راح نكون يعني اون كونتاكت معكم ونحكي معكم يعني شخصيا، و يعني نقوم بعملية التسجيل. فوالا احبتي، هذا للمهتمين. اما احبتي تلاميذي المتابعين عبر اليوتيوب، راح نواصلوا الدعم المستمر يعني بشكل عادي، وبالعكس يعني راح يكون يعني جهد مضاعف خاص بتلاميذ سنة رابعة متوسط، بالإضافة إلى الدروس اللي كنت قدمتها العام اللي فات، يعني من دروس كتاب مدرسي، شروحات، ملخصات ومراجعات ووضعيات إدماجية. العام هذا كذلك سنواصل الدعم المستمر بإضافة يعني شروحات أكثر وتطبيقات وتمارين يعني بشكل سهل وبسيط، اللي راح يسهل عليكم فهم الدروس. ما تنسونيش احبتي من صالح دعائكم بارتاج لهذا الفيديو من فضلكم ليصل لاكبر عدد ممكن من التلاميذ، وتعم الفائدة على الجميع باذن الله. اترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم.